30 رؤية ملك ومستقبل وطن مع عادل باربا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، يا هلا فيكم وحلقة نجدد من خلالها لقاء بكم في برنامجكم 20-30، هذا البرنامج الوطني من أجل تحقيق بإذن الله أهداف طموحة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبالتأكيد طبعا تم إطلاق برنامج التحول الوطني أيضا على مستوى 24 جهة حكومية، ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية بإذن الله تعالى، سواء إلى العام 2020 ثم بعد ذلك لتحقيق رؤية المملكة 20-30. وطبعا كانت هناك مبادرات مهمة جدا تقدمت، وكانت من ضمن أولويات القطاعات، ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا البرنامج. ومعنا في بداية في هذه الحلقة المهندس إبراهيم بن عبد الله المطلق، مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بالنيابة، وهو مدير شعبة التوعية والتثقيف الزراعي، مدير مشروع الحملات الإرشادية لمبادرة تطوير الممارسات الزراعية. حديثا إن شاء الله حيكون مهم جدا عن مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الزراعية. حياك الله مهندس إبراهيم. الله يحييكم. سلمك الله وسعداء بوجودك معنا مهندس إبراهيم. تسلم، جزاكم الله خير. الله يسلمكم. طيب نتكلم عن هذه المبادرة اللي تشرفون عليها مهندس إبراهيم. طبعا مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضار والفاكهة والتمور والمحاصيل الحقلية هي إحدى مبادرات منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق الرؤية عام 2030. نعم، تعطينا تفصيل عن هذه المبادرة مهندس إبراهيم. نعم. يعني بحيث نعرف كيف ممكن يتم خلال السنوات القادمة تحسين هذه الإنتاجية إن شاء الله. بالنسبة للهدف الاستراتيجي لهذه المبادرة هو تطوير نظم مستدامة للإنتاج والتسويق الزراعي طبعا ذو كفاءة عالية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية. نعم. وسبب طرح هذه المبادرة أو ما نقدر نسميها احنا التحديات التي جعلتنا نطرح هذه المبادرة هي قلة المرشدين الزراعيين الحاليين، عدم كفاية الخدمات الإرشادية الموجهة للعاملين بالقطاع الزراعي، وتدني استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وأخيرا انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية. هذا أدى إلى أن نطرح هذه المبادرة للتغلب على هذه التحديات. أيوة، هذه تحديات ومهم جدا أنه يتم التغلب عليها. نعم نعم نعم. إذن يعني وضعت هناك مبادرات لتغلب على أبرز التحديات، سواء قلة المرشدين، عدم كفاية الخدمات الإرشادية، انخفاض مستوى الوعي، وعدم وجود حقول إرشادية للتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية. نعم. وطبعا للمبادرة في أهداف فرعية، بالإضافة للهدف الاستراتيجي في أهداف فرعية اللي هي رفع معدل إنتاجية المحاصيل المستهدفة والمحافظة، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية المحافظة على الموارد الطبيعية، وأخيرا جودة وسلامة المنتج الزراعي. نعم، العمل على طبعا تحقيق الهدف لابد من هناك من وسائل وضعت لتحقيق الهدف. هل يعني عمل على ذلك لرفع معدل إنتاجية الخضروات وصول لهذا الهدف؟ نعم، تم وضع ثلاث ركائز أساسية، ومن كل ركيزة تندرج تحتها فروع وتفرعات كثيرة، من أهمها القيام بالبرامج والحملات الإرشادية للعاملين بالقطاع الزراعي. طبعا الحملات هذه ممكن أعطيك تفصيل مبسط. أيوة. تشتمل على ورش عمل، تشتمل على قوافل، تشتمل على زيارات للمزارعين في مزارعهم في مناطقهم طبعا في كافة أنحاء المملكة. طبعا هذه الركيزة الأولى اللي هي القيام بالحمل. الركيزة الثانية تدريب المرشدين
والفنيين والأخصائيين الزراعيين. الهدف أنه ندرب مجموعة منتخبة من المرشدين الزراعيين التابعين للوزارة يكونوا على مستوى عالي ومستوى بما يخص الممارسات الزراعية ما يتسمى الجلوبال جاب، على حتى يكونوا لما يعني يذهبوا للمزارع يكونوا على مستوى عالي في أي استفسار أو أي تدريب أو يقومون بتدريبه على أكفأ وجه. أخيرا إنشاء 25 الركيزة الثالثة، 25 حقل إرشادي موزعة في كافة مناطق المملكة تكون نماء حقول نموذجية فعلا لما يأتي المزارع للوزارة أو المركز الإرشادي يطلع على الطريقة والأسلوب والتقنيات المستخدمة في هذا الحقل. نعم، المقصود بالحقل الإرشادي مهندس إبراهيم؟ نعم، المقصود بالحقل الإرشادي هو حقل يحتوي على كافة المنتجات ونستخدم فيه الوسائل الحديثة والتقنيات الحديثة، سواء الري بالتنقيط وكذلك الزراعة في البيوت المحمية وكذلك الزراعة المائية أو ما تسمى بالهيدروبوليك، بالإضافة لطرق التقليم الصحيحة، طرق التسميد الصحيحة. إنه الآن في بعض المزارعين تسميد يكون زائد عن الحد أو أقل من الحد، فبالتالي هذه ما تعتبر ممارسات غير سليمة. نعم، يعني تجدون إنه يعني هذه من المسببات اللي بتجعل هناك انخفاض في مستوى وجود إنتاجية للخضروات والفواكه بسبب عدم وجود حقول إرشادية وانخفاض مستوى الوعي لذلك. نعم نعم، هذه إحدى الأسباب. وكما يعني أنت عارف يعني أغلب المزارع الموجودة يعني العمالة الزراعية تقريبا مسيطرة على جزء كبير، وهذول مستواهم الثقافي الهدف بس بالنسبة لهم هو الإنتاج بغض النظر عن النواحي الأخرى. طبعا احنا هدفنا الأساسي أنه المحافظة على الموارد الطبيعية، نحافظ على المياه، نحافظ على جودة الأرض، والعمالة ولا بعض المزارعين ما أو لا يهتمون بالنقاط هذه، بالإضافة إلى المحافظة على جودة وسلامة المنتج نفسه، ما يكون فيه يعني مبيدات أو يستخدم فيه مبيدات بشكل مكثف يعني. نعم، إذا أردنا نتكلم عن ما سيؤدي إليه هذه الأهداف وتحقيقها، سواء من كفاية الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين، تطرقتم إلى يعني إلى زيادة إنتاج المحاصيل المناسبة لكل منطقة. هذه الزيادة يعني هل هناك نسب معينة يعني مرصودة بأنها سنصل إليها بإذن الله تعالى؟ نعم، في هذا ما يسمى بالمؤشر. أيوة. سنة الأساس يفترض أنه عندنا 256 ألف طن بالنسبة للمنتجات البيوت المحمية، والهدف أن نرفع هذا الرقم في عام 2020 إلى 529 ألف طن، يعني تقريبا الضعف في خلال 5 سنوات تقريبا إن شاء الله يزيد الإنتاجية، مخطط أنه 20%. وطبعا الهدف هذا لن يتحقق فقط بهذه المبادرة، في مبادرات أخرى تدعمها أيضا، سوف يتم صندوق التنمية الزراعي يقدم قروض للمزارعين على أساس ينفذون مشاريع زراعية في فيما يخص البيوت المحمية. نعم. يهمنا جدا البيوت المحمية لأنها استهلاكها للمياه جدا منخفض، تقريبا يوفر 40% من الاستهلاك. نعم. للمياه. نعم، أنا أشكرك مهندس إبراهيم حقيقةً على هذا التفصيل الجيد عن تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية. شكرا جزيلا لك. يا أهلا ومرحبا. سلمكم الله. طبعا كان معنا المهندس إبراهيم بن عبد الله المطلق، مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بالنيابة ومدير شعبة التوعية والتثقيف الزراعي، وكان الحديث طبعا حديث مهم جدا
حول هذه المبادرة والتحدية؟ طبعا الهدف الاستراتيجي هو تطوير نظام مستدام للإنتاج والتسويق الزراعي ذو كفاءة عالية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية. وهذه المبادرة تعتبر اللي هي مبادرة تطوير الممارسات الزراعية حتى يتم تحسين إنتاجية الخضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية، هي إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة 59 من أصل 755 مبادرة لبرنامج التحول الوطني 2020. ما زال الحديث مستمر عن المبادرات يعني وجولة حول يعني أبرز هذه المبادرات لوزارة البيئة والزراعة. إن شاء الله راح نتكلم فيها أكثر وأكثر عن هذه المبادرات مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. فاصل ثم نعود إليكم، خلوكم معنا. 2030 رؤية ملك ومستقبل وطن مع عادل باربا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وما زلنا مع المبادرات المطلقة من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة. ومن هذه المبادرات إنشاء وتطوير مرافق الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية. هناك بالتأكيد تحديات لابد أن تواجه بوضع مجموعة من الأهداف التي ستؤدي بإذن الله تعالى عبر تحقيقها إلى أمور منجزة إن شاء الله، ووضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة. وللحديث عن هذه المبادرة معنا عبر الهاتف المتحدث هذال الأستاذ هذال بن سعود البيشي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية ومدير مبادرة تطوير مرافق الصيد. حياك الله أستاذ هذال. أهلا وسهلا عادل، حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة. سلمكم الله. وطبعا تحديات بالتأكيد موجودة، لكن أنتم إن شاء الله على قدر يعني خوض هذه التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة إن شاء الله. والله هو تحديات كثيرة حقيقة، صحيح. ولكن نسأل الله أن نوفق في خوض الغمار يعني الخروج من هذه التحديات بشكل جميل جدا ومرتب ويخدم المصلحة العامة وتطوير مرافق الصيد. أبرز هذه التحديات أستاذ هذال حول إنشاء وتطوير مرافق الصيد في المناطق الساحلية؟ هو الأبرز حقيقة تطوير أو انعدام البنية التحتية في العديد من مرافق الصيد. أيوة. حقيقة البنية التحتية في العديد من هذه المرافق يكاد لا يذكر، صحيح. إضافة إلى يعني تطوير المناطق الريفية في القريبة من هذه المرافق. نعم. يوجد أيضا خلق فرص وظيفية وتوطين مهنة الصيد لأبناء الصيادين ومن يرغب الدخول في هذه المهنة. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد لدينا مرافق نموذجية تحاكي المرافق العالمية. هذا يعتبر تحدي آخر، ونحن إن شاء الله قادرين بتكاتف الجميع على الخروج من نفق هذه التحديات وإظهار الوجه الجميل لهذه المرافق. نعم، إذن هي يعني أشبه ما تكون حلق مرتبطة ببعضها البعض. وجود هذه المرافق بالتأكيد راح يكون هناك تشجع من العديد، سواء كان العاملين أو أبناء العاملين في مجال مهنة الصيد ومن خارج مهنة الصيد، أنه سيتشجع إن شاء الله للدخول في وخوض غمار مهنة الصيد. هي مهنة جميلة جدا، لكن يعني عدم التوفر أو إذا كان هناك موجود فليس بما يرقى لمستوى الصيد بالشكل المناسب حتى يجعلها حرفة بالنسبة له أو مهنة. نعم، كلامك سليم عادل. لذلك الوزارة ابتكرت
هذه المبادرة للرقي بالمستوى الموجود حاليا. يوجد لدينا حقيقة العديد من المرافع التي عملت عليها الوزارة وطورتها و يعني أوجدت المصانع الثلج، أوجدت مواقع الورش لصيانة قوارب الصيد، ولكن نطمح في أن نقوم بتطوير مراكز الإنزال الموجودة حاليا التي لم تطور بعد. هذه تهدف إليها المبادرة لكي تحاكي الموجود وما هو موجود على مستوى العالم. نعم. إذا حددت يعني أمور معينة وكيفية معينة مثل تحديد المرافق مثلا، هل تم تحديدها ويعني كم الموجود أو المستخدم وإلى كم ستصلون كعدد معين ونسبة معينة حتى يكون هناك يعني عدد جيد لخوض هذه المهنة؟ حاليا الوزارة يعني تعكف على تطوير 13 مرفأ صيد، منها ما قد تم الانتهاء منه تماما وأصبح جاهز للاستخدام ومستخدم فعليا من قبل الصيادين. إضافة إلى ذلك يوجد مرافق أخرى تعمل على تطويرها الوزارة الآن من قبل شركات مقاولات وطنية ذات كفاءة عالية. يوجد أيضا من خلال المبادرة تطوير 20 مرفأ أخرى تضم إلى هذه الحقيبة من المرافق المطورة. جميل. يقوم عليها مكتب استشاري وطني بجمعها وإحصائها، وذلك بعد عمل جولة على جميع المرافق ومراكز الإنزال الموجودة حاليا، أخذ ذات المرافق ذات الجذب السياحي، المرافق التي يكون عليها كثافة في عدد الصيادين، المرافق التي تخدم حقيقة بشكل أكبر من الصيادين ومرتدي البحر المتنزهين، من يأتون من خارج المنطقة للتنزه وفي هذه المناطق الساحلية، يتم اختيارها ووضعها كحقائب استثمارية يتقدم عليها المستثمرون لتطوير هذه المراكز الإنزال كمرافق عالمية. يوجد بها المنتجعات، يوجد بها المنتزهات، يوجد بها الكافيهات والفنادق، تخدم الصياد وتخدم المتنزه والسائح ومن أتى من خارج هذه المناطق للاستثمار. جميل. يعني هناك عمل على تقديم مناطق جديدة كوجهات سياحية. نعم نعم، بإذن الواحد الأحد سيكون هناك عمل يخدم المتنزهين والصيادين بشكل أفضل. نعم. المحافظة على إنتاجية المصايد البحرية وزيادة إنتاجيتها، ما هي الأمور التي عملتم على يعني زيادتها والمحافظة عليها؟ هو أن نحافظ على إنتاجية المصايد البحرية. نعم. يجب أن يكون لدينا صيادين مهرة. صيادين المهرة ماذا يحتاجون؟ أي. يحتاجون إلى مرافق صيد مهيئة. فمن خلال هذا نحن ركزنا على تطوير مرافق الصيد لخدمة الصيادين لزيادة المخازين، لزيادة الكمية الإنتاجية من المصائد البحرية لإيجادها في الأسواق بشكل سلس للمستهلك الأخير. نعم. أن يكون الصياد يجد البنية التحتية التي تخدمه في اصطياد هذه المنتوجات البحرية وتوفيرها في السوق للمستهلك كان هدف رئيسي حقيقة. كانت الوزارة تسعى إليه لتوفير المنتوجات السمكية في الأسواق، إضافة إلى رفع الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع. نعم. استهلاك الأسماك.
مجهود جدا جميل وجبار استاذ هداد. معنى ذلك انه هناك عمل ايضا على نمو اقتصاد المناطق المجاوره للمرافق، هناك رؤيه واضحه في بما ستؤدي اليه الى هذا النمو؟ نعم نعم، هو انه الاستهلاك او استهداف المناطق الريفيه بوجود او بايجاد مناطق سياحيه، منتجعات، منتزهات، فنادق، كافيهات ومطاعم عالمية، هذا يرفع من اقتصاد الدولة، من اقتصاد البلد، من اقتصاد المناطق الريفية، من رفع الحراك الاقتصادي في هذه المناطق بخلق أماكن سياحية جديدة، بإيجاد أماكن ترفيهية حديثة ومطورة، بإيجاد أماكن يستطيع الصياد عند انتهائه من رحلة الصيد أن يأخذ قسطا من الراحة أو يأخذ شيئا من يتناوله من أحد هذه المطاعم أو كوبا من الشاي في أحد هذه الكافيهات. جميل، يعني يكون هناك فعلا خدمات متكاملة. نعم. يجد فيها من يزاول هذه المهنة كل الأمور التي تعين وتساعد على أن يبدع ويعمل وينتج أكثر وأكثر. نعم نعم نعم، بلا شك بلا شك، هذا ما تهدف إليه الوزارة وستسعى إلى تحقيقه إن شاء الله في القريب العاجل. معنى ذلك أستاذ هذال أن هناك إن شاء الله وظائف عديدة سيتم خلقها وتوفيرها عبر هذه المبادرة وتحقيق هذه المبادرة. نعم، هذه المبادرة حقيقة ستسهم بإذن الواحد الأحد على خلق وإيجاد ما يزيد عن 1000 وظيفة في هذه المناطق وفي هذه المرافق، وذلك من خلال تشغيل الفنادق، من خلال تشغيل المطاعم، من خلال تشغيل قوارب الصيد، من خلال تشغيل قوارب التنزه واليخوت، من خلال إيجاد بنية تحتية مكتملة تماماً تخدم المرافق، الصيادين، المتنزهين، مرتدي البحر. جميل جدا، الله يعطيك العافية أستاذ هذال حقيقة على هذه الصورة الواضحة عن إنشاء وتطوير مرافق الصيد في المناطق الساحلية وخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية وكذلك خلق وتوفير وظائف إن شاء الله تكون في المستقبل القريب للمواطنين. شاكر ومقدر هذه الاستضافة تسليط الضوء على هذه المبادرة، وشكرا جزيلا. سلمكم الله. كان معنا المتحدث الأستاذ هذال بن سعود البيشي، وهو مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية ومدير مبادرة تطوير مرافق الصيد، وما زال حديثنا مستمر مستمعينا الكرام مع عن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة والتحديات والأهداف وكيفية تحقيق هذه المبادرة إن شاء الله، اللي هي تعتبر مبادرات يمكن في قرابة 59 من أصل 755 مبادرة لبرنامج التحول الوطني. ما زال الحديث بقية، ابقوا معنا. 20-30 رؤية ملك ومستقبل وطن مع عادل باربا. حياكم الله مستمعينا الكرام، يا هلا فيكم مرة أخرى، وما زال حديثنا عن المبادرات التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة. كانت هناك حقيقة تحديات وضعتها وأهداف أرادت تحقيقها وآليات تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف وكيفيات معينة للوصول إن شاء الله لتحقيق هذه المبادرات التي تعد 59 مبادرة من أصل 755 مبادرة لبرنامج التحول الوطني. وطبعا ونحن في ضيافتنا أيضا المهندس سعادة المهندس سمير ملايكة، وهو مساعد مدير مبادرة التنمية المستدامة المراعي والغابات ومكافحة التصحر
والاستثمار بها. حياك الله مهندس سمير وسعد بوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك وبالاخوه المستمعين والمستمعات اخوي علي. الله يسلمك مهندس سمير. طبعا اذا اردنا نتكلم عن مبادره التنميه المستدامه للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحه التصحر، وصف مختصر عن هذه المبادره. اول شيء الله يعطيك العافيه اخوي عادل، الوصف المختصر للمبادره يعتمد على طرح اعمال انتاج الشتلات والتشجير وتنميه مواقع المراعي والغابات في مختلف مناطق المملكة. نعم. والخاصة في تنمية هذه استدامة هذه المراعي والغابات واستثمارها ومكافحة التصحر. هذا تقريبا بالمختصر يعني. نعم. نقدر نعرفه أو نوصفه يعني. نعم. إذا أردنا أن نأخذ جزئيات يعني فيها بحيث أن تتضح للسادة المستمعين أكثر مهندس. هو احنا عندنا الأستاذ الفاضل مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات، عندنا آثار متوقعة من خلال هذه المبادرة اللي تعكس على الأجواء، تعكس على المساحة، على زيادة مساحة الغطاء النباتي بشقه الرعوي والحرجي في مملكتنا الغالية، وكذلك الحد من التصحر والانجراف الريحي والمائي للتربة، كذلك أيضا تحسين البيئة. تعرف البيئة تحتاج إلى محسنات، وهذه المحسنات تكون طبيعية من خلال مسمى هذه المبادرة. أيضا خلق مواقع للتنزه والاستثمار أيضا من خلال هذه المبادرة. نعم. أيضا استثمار مواقع المراعي، يعني المملكة ولله الحمد عندها مساحات كبيرة موجودة في مراعي على مستوى المملكة في الطرق بين المدن، وهذه أيضا ممكن تدخل ضمن الاستثمارات تحت اسم هذه المبادرة. أيضا توليد الوظائف في القرى والمناطق المختلفة من مملكتنا الحبيبة، مما يحد من هجرة السكان إلى المدن، وأيضا توليد إيرادات للحكومة من خلال استثمار المراعي والغابات والنشاطات الملحقة بها. تقريبا هذا من الآثار اللي إن شاء الله تكون متوقعة من خلال هذه المبادرة. بالتأكيد أنكم وضعتم يعني في هذه المبادرة تحديات، وهذه التحديات لابد من تجاوزها لأجل أن تحققوا هذه الأهداف. هل هناك تحديات وضعت؟ يعني نعم، احنا الآن عندنا تحديات حالية بتخص الغابات والمراعي. نعم. طبعا هناك تدهور يعني للأسف للغابات والمراعي، سببه الاحتطاب. وما يؤدي هذا الاحتطاب إلى احتطاب جائر يعني بشكل. نعم. كبير. نعم. نعم نعم بشكل كبير وبدون يعني كيفية وبدون كذا. فتأثير الغطاء النباتي اللي هو الغابات والمراعي بسبب الاحتطاب الجائر والرعي الجائر أيضا والتعدي عليها. طبعا احنا الرعي الجائر عندنا يكون منظم، ولكن عندما يكون في تعدي على الأشجار وما يكون هنالك تنظيم، يكون في تدهور كبير على الغطاء النباتي. صحيح. وهذا تحدي لنا احنا طبعا ان شاء الله. نعم. نقدر نتحدى يعني. نعم. الآليات اللي الان وضعت او الكيفيات والوسائل لاجل الحد من هذه الامور، البرامج اللي وضعت، اذا كان هناك اشياء توعويه، اذا كانت هناك اشياء على ارض الواقع ممكن ان توضع. احنا الان ايوه نعم، الان السؤال حيكون بالطريقه كيف احنا نحقق. نعم. تحقيق هذه المبادرة. نعم. اول حاجه عندنا تكون هنالك دراسه لوضع الراهن الاراضي والغابات والمراعي، تمام، وتحديد موقعها. طبعا من في اشياء سابقه موجوده ولكن من زيادتها طبعا. نعم. ايضا تاهيل بعد تحديدها وحصرها تاهيلها، تمام، و هناك أيضا زراعة إن شاء الله 4 ملايين شجرة مناسبة للبيئة المحلية
بالاستفادة من مياه الأمطار والمياه المعالجة، واحتمالية يزيد العدد هذا يعني أكثر من 4 مليون إن شاء الله. نعم. أيضا تنفيذ حماية لبعض مواقع الغابات والمراء والمراعي، تمام، من خلال وضع حراسات أمنية وحماية لاستمرارية واستدامة هذه النباتات والأشجار المحلية. طبعا إحنا المحلية نقصد فيها الأشجار المحلية الخاصة بالمملكة ومنبتها ومنشأها في المملكة يعني. نعم. تقريبا هذا يعني بالمختصر يعني هذا اللي الكيفية يعني. أي نعم. مسألة اللي هو تنظيم الاستثمار في هذه المجالات، المقصود بالاستثمار وكيف يتم هذا الأمر؟ طبعا الاستثمار أخوي الكريم هذه من أهداف المبادرة وأهداف الوزارة أيضا. نعم. اللي تحت مسمى مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر. إحنا عندنا مساحات كبيرة زي ما قلت لك في بداية الحديث، مساحة المراعي على مستوى المملكة مساحة كبيرة تقريبا إحنا نقدر نقول 23 ألف هكتار، تمام، وهذه المساحة إحنا الاستثمار يكون فيها عن طريق جلب مستثمرين يستثمرون هذه المواقع لما لها من يعني أجواء طبيعية متكاملة. نعم. تحت يعني مخرجها هو الترفيه وخلق بيئة للمواطن بحيث أنه يكون متنزه وترفيه له، وأيضا نعم. الغابات كذلك يعني. نعم هذا تقريبا بالنسبة للاستثمار. الكيفية طبعا في آلية تكون إن شاء الله في المستقبل يقدر المستثمر يستثمر عن طريق هذه المبادرة عن طريق الوزارة، تمام، بآلية وكيفية معينة، الهدف منها هو المواطن يعني والمحافظة على البيئة العامة بشكل أوسع يعني. المدن مهندس سمير والمساحات الخضراء اللي تحتاجها، هل هناك أيضا دراسة داخلة في هذا الموضوع بحيث أنها تكون متوفرة وموجودة، خاصة أنه إحنا يعني المدن في الداخل تشكو ما نقول من التصحر إنما من التحجر، يعني الطوب والحجر والمباني هي الشكل الغالب على شكل المدن وتحتاج إلى تلطيف وإلى أجواء خضراء. لا نعم احنا هذه المبادره ان شاء الله حتغطي زي ما ذكرت في بدايه الحديث ان 4 مليون شجره على معظم مناطق المملكه، وايضا هناك تعاون بين الوزارات وهذا ما يصغو له تحول وطني وهو يدا بيد ان يكون في هدف ايضا مشترك في خلق اجواء نباتيه وخضراء. نعم. وايضا تثقيف من على المحافظه عليها والاستئناس بوجودها طبعا، وإن شاء الله هذا حيتحقق من ضمن الرؤية بحول الله تعالى بإذن الله تعالى. هل هناك فكرة أو يعني أرقام لخلق ممكن أن تكون هناك خلق يعني فرص عمل أو وظائف من خلال هذه المبادرة؟ نعم من الآثار المتوقعة من خلال هذه المبادرة وهو توليد وظائف في القرى والمناطق المختلفة في معظم مناطق المملكة، تمام. نعم. وهذه الوظائف أيضا تحد من هجرة السكان إلى المدن، وأيضا خلق وظائف جديدة تهدف إلى هذا المسمى الكبير وهو مسمى هذه المبادرة. نعم. أيضا تولد أيضا إيرادات الحكومة من خلال الاستثمارات اللي ذكرتها لك في صدر الحديث. نعم. هل يعني ممكن أن تكون هناك استثمارات على مستوى حتى يعني شركات أو مؤسسات متوسطة أو ناشئة من خلال هذه المجالات؟ نعم نعم الشركات التي تتوفر فيها الشروط والمواصفات بيكون العكس تكون مرحب فيها ويكون استثمار بالرؤية اللي تطمح إليها الوزارة. بالمناسبة أخي العزيز، قام معالي الوزير طبعا بافتتاح أو عن إعلان مبادرات الوزارة وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة من أصل 59 مبادرة، طبعا 9 مبادرات خاصة بالوزارة تحت منظومة
وزارة البيئة والمياه والزراعة والمعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن برنامج التحول الوطني 2020. جميل. المواقع اللي تم تحديدها يعني إذا كان هناك إعطائنا فكرة عنها إذا كان كعدد وتوزيعها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. التوزيع يكون يعني على المدن في المرحلة الأولى. أيوة. كتحديد مناطق لأن كل منطقة في المملكة تعرف الحمد لله مملكتنا كبيرة. نعم. فالجهة الغربية والشمالية والشرقية والوسطى يتحدد عن طريق الإدارات العامة. تمام. تحدد لنا بعض المناطق الداخلة في والتكون جاهزة وتربتها وكذا لاستزراع وزراعة هذه الأشجار بعدد متزايد يعني إلى أن يصل إلى 4 مليون أو إلى 10 مليون من خلال هذه المبادرة. يعني ما يعني منطقتنا ما شاء الله كبيرة يعني. نعم. ذكرت لك في الشمال وفي الشرق وفي الغرب وفي الجنوب طبعا. نعم. يكون احنا نغطي كامل المملكة بحول الله. بعد كده تجي القرى يعني مراحل جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا أشكرك حقيقة المهندس سمير على هذه الإضافة وتعريفنا حقيقة بملامح مهمة جدا حول مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا وشكرا لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات. ما زال الحديث بقية مستمعين الكرام ابقوا معنا. بين 30 رؤية ملك ومستقبل وطن مع عادل باربا. وكذا مستمعين الكرام طبعا من خلال ضيوفنا الثلاثة يعطيهم العافية وحديثنا عن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في برنامج التحول الوطني ومن ثم بإذن الله تعالى لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإطلاق هذه البرامج على مستوى 24 جهة حكومية. يحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بإذن الله تعالى بمستهدفات مرحلية. لذا كانت الرؤية بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق الأمن المائي وتسهم في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة. وطبعا انطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برسالة يعني تسعى للتميز إن شاء الله في تطوير وتطبيق السياسات الشاملة واستراتيجيات الفعالة والارتقاء بالخدمات بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة للازدهار واستدامة البيئة والمياه والزراعة وذلك أيضا عبر المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستدامة تنميتها وأيضا تحقيق الأمن المائي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام والتنمية المستدامة لقطاعات ذات الميز النسبية وخدمات ومنتجات مستدامة ذات جودة عالية وتفعيل مشاركة مراكز الأبحاث والقطاع الخاص ودور الجمعيات. لذا كانت هناك يعني لذا أردنا نتكلم عن أداء ومساهمة القطاع الزراعي في أرقام خلونا نتكلم عن هذه الأرقام حتى توضح الصورة أكثر وأكثر. عدد الحيازات الزراعية حوالي تقريبا يعني عدد كبير يعني من 2,490,930 حيازة. تقدر مساحة هذه الحيازات ب يعني حوالي 4,252,849 هكتار. عدد المشتغلين في القطاع الزراعي 435,870 فرد. والقطاع يوفر حوالي 30% من مجمل الأغذية والمتاحة للاستهلاك في المملكة. ويسهم القطاع سنويا في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 53 مليار ريال سعودي تقدر ب 3.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وتحديات وأهداف القطاع الزراعي هناك عدة تحديات وضعتها نصب عيونها لأجل أن تعمل على إن شاء الله تجاوزها وحلها. منها مواجهة مخاطر الأمن الغذائي وضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي
وأيضا من هذه التحديات في القطاع الزراعي انخفاض كفاءة استغلال الأراضي الزراعية المحدودة وتدهور الغطاء النباتي وارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية. وأخيرا من هذه التحديات تدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية والاعتماد على مصادر شحيحة وغير متجددة. لذلك من أهداف التحول الوطني للقطاع الزراعي المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة، وأيضا تطوير نظم مستدامة للإنتاج والتسويق الزراعي ذو كفاءة عالية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة حتى تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية. والأمر الثالث من هذه الأهداف تحسين استخدامات وإدارة الأراضي في القطاع الزراعي والترصد والسيطرة على انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والمستوطنة، والترصد أيضا والسيطرة على انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والمستوطنة، وكذلك زيادة استفادة من مصادر المياه المتجددة للأغراض الزراعية. هناك مساهمات أيضا في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة، ومن هذه المبادرات لتحقيق أمن غذائي برنامج فعال الاحتياطي والخزن الاستراتيجي للأغذية اللي يتضمن نظام للإنذار المبكر ومعلومات للأسواق الزراعية واستراتيجية وخطة تنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج وهيكل مناسب وآلية تنسيق ونظام حوكمة لمؤسسات وسياسات وتشريعات الأمن الغذائي، وأيضا برنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة. أيضا كثير من هناك من المبادرات، أيضا تطوير نظم مستدامة للإنتاج والتسويق الزراعي ذو كفاءة عالية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة حتى تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة، وتحسين استخدامات وإدارة الأراضي في القطاع الزراعي والترصد والسيطرة على انتشار الآفات الزراعية وزيادة الاستفادة من مصادر المياه المتجددة للأغراض الزراعية. حقيقة يعني هذه المبادرات التي عملت من أجل تحقيقها وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تحقيق هذه الأهداف المرجوة لرؤية المملكة للوصول إن شاء الله لتحقيق هذه المبادرات، وإن شاء الله لتعزيز وإدارة يعني العمل الغذائي أو الزراعي، وأيضا الحفاظ على هذه الموارد وزيادة الإنتاجية فيها. إلى هنا نصل وإياكم مستمعي الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم 2030. كنت معكم عادل برباع، ومن الكنترول الزميلة رشا إنديجاني. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، لكم منا كل الود والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.